عبد الله النمري أو إبراهيم تزنيتي واحد من أهم وجوه جيش التحرير الوطني ورجالاته في منطقة الجنوب المغربي. أصبح خلال سنوات المنفى في سوريا والجزائر عضوا نشطا في القيادة العليا لجيش التحرير في المنفى. عاد سرا إلى المغرب سنة 1971 وبدأ في الإعداد لثورة 1973 من الداخل. يمثل إبراهيم التزنيتي والمعروف لقبا بعبد الله النمري في المقام الأول شخصا خطيرا ومزعجا بموقف لا يحيد عنه، كما يمثل خبرة قتالية عالية باعتباره دوره السابق كعضو في هيئة أركان جيش التحرير جنوب المغرب ما بين 1956 و 1960، وترقيته إلى درجة نقيب كابيتان في القوات المسلحة الملكية قبل أن يقرر المغادرة والفرار. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على شخصية نادرة، المناضل إبراهيم التزنيتي بأخلاقه وبعفته وكذلك بتشبثه بمواقفه التي لا يحيد عنها. ما قصة هذا المناضل القادم من الجنوب وكيف قاد مجموعة في ثورة 1973 بخنيفرة وكيف كانت نهايته؟ ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى. شكلت ثورة مارس 1973 بخنيفرة آخر ثورة مسلحة ومخطط لها ضد نظام الحسن الثاني. عاشت هذه الثورة المجهدة الكثير من اللحظات ومن المخاضات داخل المغرب وخارجه، لكن ظلت أسماء محمود بن نونة وإبراهيم التزنيتي حاضرة بقوة مؤمنين بهدفها حتى النفس الأخير. رغم أن مجموعة خنيفرة لا زالت لم تصح من صدمة فشل هجومها ومقتل محمود بن نونة إضافة إلى اعتقال موحى الحاج، إلا أن عددا كبيرا من أنصار التنظيم التحقوا بعبد الله النمري ورجاله بأقلموس، فتحول الإحباط إلى أمل بالنسبة لهم من أجل القيام بهجوم آخر تهب له كل مناطق المغرب كما كانوا يتصورون. كان عبد الله النمري واسمه الحقيقي إبراهيم التزنيتي، وهو من مواليد 1926. من صار في مجموعته كأنما يسيرون إلى أقدارهم وأحتافهم. ففي الطريق إلى الجزائر دخلوا في اشتباكات متفرقة، لكن وبأقدير سيقع اشتباك كان الأعنف من نوعه، وذلك في السماء 1973 اتطوقتهم وحدات القوات المساعدة والقوات الخاصة. في ذلك الوقت بادر عبد الله النمري ورجلين معه إلى تنفيذ مجموعة من الاغتيالات في حق الخونة والمتواطئين مع القوات النظامية. لهذا نزل عبد الله النمري ورجلين ومرافقه إلى خنيفرة وقتلوا عميلا محليا للمخابرات المغربية كان على رأس قائمة المطلوبين عند الثوار، وكان يعرف باسم الشيخ النهنماني، كما تم قتل شرطيين معه. ردت الرباط فورا على العملية بإرسال وحدات من المظليين إلى خنيفرة والقيام بحملة اعتقالات شملت أعدادا كبيرة اختفت في سراديب مراكز الاقتراع لاعتقال، وتعرض بعض لتعذيب لا يوصف بينما لا زال بعضهم لم يعثر له على أثر إلى الآن. ولأن الخيانة كانت قدرا لطوار الانتفاضة، فقد تمكنت القوات النظامية من نصب كمين لعبد الله النمري ورجاله بعد توصلهما من معلومات من أحد المخبرين. حصرت القوات عبد الله النمري ودخلت معه في اشتباك عنيف أظهر فيها عبد الله النمري مهارة فائقة في الدفاع والهجوم، حتى تمكن رفقة رجاله من كسر الهجوم. طارت المداولات بين الرفاق وخلصت إلى أن يعبر النمري إلى الجزائر ليحصل على الدعم والذخيرة اللازمين فيما يمكن أمود في انتظاره مع حوالي 15
رجلا. لم يتراجع المحاربون للوراء وتبادلوا إطلاق النار بكثافة مع القوات النظامية. قام أكسور بالتغطية على رفاقه للانسحاب، تم تطويقه لكن رفض الهرب مواصلا تغطيتهم مبديا مقاومة عنيفة. كان الجنود يتقدمون فيوقع أسكور بهم ويبقى ثابتا رافضا أن يغادر إلى أن يهرب آخر رفاقه. نجح في التغطية على رفاقه، هربوا، حصرته القوات واستمر في المقاومة، ألحق بهم الخسائر وأسقط عددا من الجنود. نفذت ذاخرته واقتربت القوات منه، شرب السم. وبينما كانت القوات تقترب ورفاقه يبتعدون، كان أسكور يلفظ آخر أنفاسه. وصل عبد الله النمري ومن معه رحلتهم إلى الحدود الجزائرية قبل أن تلحقهم القوات النظامية. وكعادته لم يدخر عبد الله النمري أو إبراهيم تزنيتي الوقت ولا السلاح، فوقعت شباكات عنيفة سقط فيها عدد من رجال عبد الله النمري. تقدمت القوات النظامية صوبهم لكنهم قاوموا. نفذ السلاح بيد صبري وعبد الله النمري وعلى درب رجال المقاومة. لم يتوانوا في ابتلاع السم حتى لا يقع حيين بيد النظام. ألقت القوات النظامية القبض على عبد الله النمري وكذلك على صبري ونقلهم على متن مروحية عسكرية إلى مستشفى خنيفرة بسرعة قصوى من أجل غسل أمعائهما وإنقاذهما، طبعا في الحصول على المعلومات منها. لكن وقبل أن تحط المروحية كان النمري يلفظ آخر أنفاسه فيما تمكنوا من إنقاذ صبري. ومات إبراهيم تزنيتي في معركة يوم 8 مايو 1973، بعدها بأيام قليلة وفي منطقة تالسينت على بعد 40 كيلومترا من الحدود الجزائرية. ألقي القبض على أيت عمي والبعمراني وهما آخر شخصين ممن تبقى من مجموعة عبد الله النمري في رحلته صوب الجزائر منطلقا من خنيفرة، لتنتهي رحلة مجموعة خنيفرة بين قتيل ومعتقل ومختفي، ولتبقى نتف من التاريخ هنا وهناك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.